خلاني طيبت وصلقت وخلطت وجلط في حياتي ما درت البغرير دم صار لك خيب ياك عسي واحد التقديم زعما انا كنعتذر باسمي الشخصي 30 مليون مغربي لا ولكن لا ولكن نقولهم كان بنين داكشي هو كان بنين ولكن التقديم باش قد مطبط نتكلموا على لاله فاطمه سالي لي لاله فاطمه على ربي ركلي لها قلت لك صباح الخير حطيتش عليها الاجواء ديال ماستر شيف صراحه اجواء زوينه مشوقه فيها كنضحكوا مع بعضياتنا باسكو حنا كاع لي كونديدا اللي كاينين صحاب مع بعضياتنا اكثر الناس صحابي قرابي ليا كاين سعيد مسكير طريق البخاري منفتو دوزي ايكو ليلى حديوي ناصر بن عبد الجليل دوزي زرق في الطياب كسول في الطياب ولكن اليوم جا باش يتعلم وانا متاكد باللي ان شاء الله من غادي نخرج من هذه المسابقه غادي نخرج بعدها على الاقل نسلك راسي صراحه الله هذه اول مره غادي نعكل هذه العكله هذه انني غادي نطيب قدام ثلاثه ديال اللي شاف لي هما تيعوموا في المرقه باسكو في مشاهير جيو طيب لهم الناس قلت لك تيغطسوا 40 درجه في المرقه تيدوقوا تيعرفوا واش كثر تيقدر يدوق شي مرقه ويقول لك طلب صلاه منين شريتها واش من السوق ولا من هنا وشحال جالسه باسكو في كان هذا الشيء صعيب واللي عجبني في البرنامج هو كنا مع فنانه اللي كانوا في مستوى الصراحه الله لا من ناحيه الطياب لا من ناحيه الضحك لا داكشي واعر حنا ضحكنا من قلبنا الدنيا ما عجباش بزاف الحال حكايه دارت المجهود بداك الكروفيت وجا داك الكروفيت ما زوين دونك تتسولوها هي غتقول لكم كيف جاها واش اللي تنقول شي حنا تنبغيو غير نشبعوا قلت لها راه بنين داكشي سبا غاف لا بريزونطاسيون هي قالت لك لا خربقتي ليا كلشي لا بريزونطاسيون ماشي هي هذيك قلت لها واه في الاخر قالت لي عرفتي شنو جلس انا غنصوب كلشي انت غير جلس هو خرج من الكوزينه القلب والول الحقيقه ما كاينش شي حاجه محدده كنطيب بلوز موا البلدي المودرن هادشي جديد دابا اللي ولينا كنشوفو دي تروك ان بو ديات ايتترا دونك ان بو دو تو ماشي شي حاجه محدده طيبت لي زاميوز بوش منوعين تيم ديال رمضان دونك درت شويه 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 كل حاجه منها بال يعني هذوك التوشيات بالكواكامول ولا بالبلي لا شاركوتري ودرت دي كوكتيل الوحيد اللي دار لي كوكتيل واش رمضان وما نشربوش العصير ملي جينا عند السي موحى الشاف موحى ومريم وهداك الشيء ولات حاجه اخرى عاوتاني كيعلمونا حاجه اخرى السي الاخر اللي ما كنعرفوش واش انا من البيض ومطيشه مطيشه والبيض البيض بوحدو ومطيشه بوحده تجي تقول لي طاخت بالسيترون هذاك الشيء هذا الشيء ما قريتوش ما عارفوش وبصراحه كلهم كيعرفوا يطيبوا بطبيعه الحال والنتيجه خصكم تشوفوها في البرنامج لانه كي تبداو تيقي بيا بانه راه ما غاديش تقلعي من التلفزيون تتسالي حنا داكشي اللي ضحكنا تقريبا دوز شحال من ساعه فاش تورنا جلينا وراسك اكثر من 10 تقريبا 10 ساعات راه من الاول حنا كنضحكوا وخدامين ماشي ما خدامينش والعيا وسميتو ولكن تبارك الله عليهم